سعادة السيد خوشي ممثل جايكا لدى فلسطين. أرحب بكم جميعا باسم دولة رئيس الوزراء وأشكركم جميعا على جهودكم لإنجاز هذه الاتفاقية الهامة. هذه الاتفاقية التي تم توقيعها قبل قليل هي لتحسين تزويد مياه الشرب لجنين، لمدينة جنين، وهي بتبرع سخي وبدعم سخي من الحكومة اليابانية من خلال الوكالة التنمية اليابانية جايكا بقيمة إجمالية تقريبا 20 مليون دولار. الجهة المنفذة والمشرفة على هذا المشروع هي سلطة المياه الفلسطينية. سيستفيد من هذا المشروع بلدية جنين بشكل أساسي وأيضا بعض المناطق المحيطة ببلدية جنين. سوف يتم من خلال هذا المشروع استبدال شبكة المياه المهترئة وأيضا توسيعها لتشمل الأحياء الجديدة والبيوت غير المشبوكة بخدمات المياه. وسيعمل المشروع حال تنفيذه، والذي سيبدأ تنفيذه مباشرة، على خفض الفاقد في نسبة المياه من 60% إلى 25%، وسيتم تزويد المياه للمستفيدين في تلك المنطقة في بلدية جنين بشكل أساسي. حوالي 70,000 نسمة سوف يستفيد من أهلنا في مدينة جنين من هذا المشروع. يسرني أن أتواجد معكم اليوم للاحتفال بتوقيع مشروع تحسين خدمات مياه في مدينة جنين، إذ أود أن أعبر عن امتناني الصادق لجميع الأطراف المعنية بما في ذلك الشركاء الفلسطينيين وجهات مانية. فبفضل جهودكم تمكننا من لقاء اليوم لتبادل مذكرات المشروع. إن مدينة جنين تواجه تحديات متعددة في قطاع المياه، مثل فقدان المياه بسبب التسرب من شبكات القديمة وشبك الوسيلات الغير قانونية واعتماد التعرفة المنخفضة وضعف نظام تحصيل الفواتير. قد سبق أن قامت اليابان بتنفيذ المشروع الفني عن طريق الجايكا لتعزيز إدارات المياه لبلدية جنين بين 2017 و2022، وقد ساهمت من خلاله في نقلات محلات التقنية إلى موظفي البلدية جنين بالتعاون مع سلطة المياه الفلسطينية، خاصة في مجالات تشمل تقسيم منطقة الخدمة والكشف عن تسريب مياه وتشغيل صيانة مرافق إمدادات المياه وتحسين تحصيل الفواتير بما في ذلك إدخال نظام إعدادات المياه المدفوعة مقدما والتخطيط لإدارة خدمات المياه. ولا يزال خبراء جايكا يدعمون بلدية جنين للحفاظ على هذه المكتسبات الهامة. مدينة جنين كما تعلمون هي من المدن اللي بتعاني نتيجة أول إشي فقرها في مصادر المياه من جهة، ونتيجة الشبكات والفاقد الكبير الموجود في الشبكات. من هون تم عمل تقييم لمصادر المياه والبنية التحتية في للنظام المائي في مدينة جنين، واللي أظهرت بالنتيجة الحاجة إلى إعادة تأهيله كنظام مائي بكل مكوناته كاملة. طبعا لهذا الغرض خلال العامين الماضيين أيضا تم العمل بشكل مكثف مع الفريق الاستشاري الياباني حتى يتم تحضير وثائق المرحلة الثانية من هذا المشروع اللي الآن تم توقيعه، واللي أيضا أنا يعني باسم دولة رئيس الوزراء والحكومة بتقدم غير الشكر أيضا بتقدم للتهنئة لأهلنا في مدينة جنين على هذا المشروع اللي حيحدث نقلة نوعية سيلمسها جميع المواطنين في جنين ومحيطها خلال المرحلة القادمة، واللي وصلت تكلفته إلى ما يقارب 20 مليون دولار. نكرر بأننا نتطلع إلى مزيد من التعاون وتعزيز هذا التعاون مع الحكومة اليابانية من خلال مشاريع أخرى تسهم في تطوير وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، اللي هي تعتبر أحد الخدمات الأولى الأساسية
والإنسانية والتنموية في فلسطين وفي كل العالم، ولكن في فلسطين لها خصوصية بأنه هي أيضا ملف سياسي بامتياز، كون الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على أكثر من 85% من مصادر المياه في فلسطين ويتحكم بمصير أبناء شعبنا، وهذا ما شاهدناه خلال هذا الصيف من تخفيض تم لكميات المياه في جميع المناطق الفلسطينية دون استثناء. ولكن لذلك هذه المشاريع كلها تأتي من أجل تحسين النظام المائي، توفير الفاقد الموجود في الشبكات حتى نستغل كل قطرة ماء لنوفرها لأبناء شعبنا، لأطفالنا، لشيوخنا، لنسائنا، حتى نبقى صامدين على هذه الأرض ونواجه جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف البشر والحجر والإنسان من خلال عمليات التوسع الاستيطاني اللاشرعي غير المسبوق. شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية.